وبعدين الرؤساء اللي تعاقبوا على المنتخب يعني كشخصية وكاريزما تاع رؤساء بقوة شخصية كبيرة ما تحصلنا عليها في الاتحاد. يعني نظن المهازل اللي كانت على مستوى الاتحادية هي اللي خلات الناخب الوطني ياخذ الملفات هذا بشخصية. لو كان من قبل يعني صراحة من جلب اللاعبين هذو من قنع محرز من قنع فيغولي والقائمة الطويلة من قنعهم هي الإدارة اللي قنعتهم ولا مدرب ولا كركوف ولا حتى الشيخ ربح سعدان. طبعا هي الجانب الفني اكيد يكون فيه نقاش بين الرئيس وبين الناخب الوطني على اساس المستوى الفني تاع كل لاعب، لكن الاداره لها دور كبير جدا جدا جدا.